بركة رمضان على كوندور. استفادوا من أسعار استثنائية على تشكيلة هواتف كوندور. غريف تي 5 تي 7 والبلوم ال دو برو ابتداء من 11000 دينار. توجهوا حالا لنقاط البيع للاستفادة من العرض. مع كوندور تلقوا الهواتف بالسعر اللي يوالمكم. كوندور تتمنى لكم سهرة ممتعة. ياسمين من وهران في كورندان تخير ديما الأفضل باش تحضر بلافاش كيخي شاف أطباقها الشهية اللي تحب تشاركها مع بنات بلادها وترحب بيها. انتي تاني اروحي شاركي اطباق منطقتك مع بنات بلادك عبر الفيسبوك. مع لافاشكيري شاف انتي يا الشاف. فاتوا الايام حين كبار ركدي هان يا ياما وليدك ولد حلال وصبار. من اللي رحت ياما فاتوا الايام حين كبار ركدي هان يا ياما وليدك ولد حلال وصبار. ما تخافيش عليا يا ما يبقى راسي مرفوع مهما صار وكيما وصيتيني يا ما نتهلا في خطي صغار. ما تخافيش عليا يا ما يبقى راسي مرفوع مهما صار وكيما وصيتيني يا ما نتهلا في خطي صغار. في دار وحدنا متنا أنا وخوتي عايشين فيها وكي رحتي شحال تعذبنا يما وكل راح يما في جهة. الناس تلغاني باللي تين عايش مقهور بهذه الكلمة. من اللي رحت يا ما فاتوا ليام حين كبار ركدي هان يا ما وليدك ولد حلال وصبار. سامية من العاصمة في كورندان تخير ديما الأفضل باش تحضر بلافاش كيخي شاف أطباقها الشهية اللي تحب تشاركها مع بنات بلادها وترحب بيها. انتي تاني أروحي شاركي أطباق منطقتك مع بنات بلادك عبر الفيسبوك. مع لافاش كيخي شاف انتي يا الشاف. سمعت يا ظرف التليفون مع واحد سموه مرزاق والحسن ما فهمت يسكنوا مع بعض ديرو تحت مخدع حتى تولي مم العين واللي تطلبيه يكون بين يديك. انت هو زينو؟ لا انا مرزاق. شكاين؟ ما على بالك شو شكاين يا ولد امك؟ تخرجوهم عليا في وين تخرجني عليه؟ عندك موضه دار لي حضاره؟ هيا تمشى ادوري من موضه دار. تمشى
شو هذا؟ والو خالد. السحور؟ السحور يا ربي ما تكفي خدامك. شوفي شوفي غادي 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 نخرج. أسمع جنيحي. نخرج ومن نولي ما نسيبكش هنا ترفدي قشك وتروحي لداركم. تروحي لداركم. حموك يا عمالي عيط لوفيسي صاحبك شوف وين الكوميسارية تدوم مرزاق وزين. ولا أنا لوفيسي يخدم عندي باش نسي وين دوم. اش تاخني؟ سامحني يا وقل حاوزتك. لا نورمال ولا غير نورمال. شونتور تايا؟ لا لا مين داك نغني نروح يا برك. شدين؟ كنت نقرا انفورماتيك. خدم معايا. باش نخدم معاك؟ الزطلة. خدم معايا. باش نخدم معاك؟ بغطي فيش نخدم معاك؟ الزطلة. في راسك تتاني على بالك؟ وانت على بالك؟ وافت الحقاوجي من ضربتها في الواحكة لي وعلى كي سقصت قلت لي ما قال لي والو؟ يو باش نزيد عليك بصح نقول لك حاجة انا لو كان نلقاها بلي هي صح دات الدراهم غادي نذبحها كي درت عرفت انت؟ صح كمل لي قولي كاش قال لك فتحي ومن بعد نحكي لك انا كي درت عرفت على ليلو. هي الحكاية دروك انا ندبر راسي معاه قلت لي شكون قال لك اش نهار الدبزة كي جينا لقيناها عند البلوك كي شافتنا هكا تشيل وشفت انا تما حاسب لي كانت في الدار تفتش ايوا انا ما قلتليش وانت ويتا قلت لك حاجة على ليلو امنتني وزيد ما بغيتش نقول لك حتى نتاكد وانت نسيت عليا على فتحي شي بغيت نحل الحكاية وحدي بلا ما توصلك اه سيدي بصح انا قلتها لك الف خطرة ما تزيدليش صوالح بلا بيا كون حكيت لي على فتحك وما راناش بيتين في السيلونة صح اسمح لي دروك بيت الدنيا على الحكاية واش غادي نديرو فيها دروك كي نخرجو سهل الحال لا خرجنا ان شاء الله ملي غتكمل معاها نورمال ملي غتفيق بلي رانا مارقين بيها كمل معاها عادي كي نديرو ردو دراهمنا لازمنا ندخلو دارهم لازمنا نفتشوها غاية نحوسو على دراهمنا
ودي ما دستهمش الدار وين حد دستهم انا اش بلاصه اخرى دسا فيهم حوسوا الدار غايه وصاي ما عندك صح هما بروحهم نهار الجمعه يروحوا الحمام سيد حافظ حتى النهار يروح فيه الحمام وقال الكياسه تاعها تعرفها غادي يختني من هذه الهضره هما من يروحوا الحمام انا ندخلوا للدار وغادي نفتشوا في غرضنا كاين حاجه واحده اخرى ماشي كاين اي تلقينا دراهم عندهم قال لها تروح تقول لها ولا كيما درتنا نديروا لها اي من بعد انا نتحاسب معها نعرف حسابي معها انا نعرف حسابك تا كي داير هادشي اللي كنت كتعك طرف تسمح لها غادي عارفني بلي نبغيها ديجا هاد الدراهم اللي كانوا نلقاهم غادي يحلوا لي مشكلتي معها ديريكت لحقنا الدبزة والضرب يا خالد جبتها لروحها تعرف سليمة وتقولها عاقلة ما تظنيش انت ما بغيتش على اختك على جال كلمة وانا نشوف في اختي تصوت تمرمد وتمدل واش باغي نقول لك زيدها شرك باغي علي دير راسك وراسي كيف كيف شباي تقول اللي احنا اقل منك وعلاش زوجتونا بهدلونا ها احنا تاني بني ادم واه بني ادم مش كيف كيف صح معليش الخطره هذه مسحها فيا انا بصح اللي راك طالبها من الملكه ماشي سهل غادي يتمد ولدها سبا نورمال ماشي حاجه سهله كاش لي سيف عليها هي اللي بغات باغي تقول لي غادي تزوج عليها تلقى ماشي هضره تبغيها لاختك انت تغلطش اختي مقصله علي واش دار الهضره هذه هذيك ام ولادك واش حق عليك تهضر عليها كلام كيما هذا مولادي يا واه مولادي شوف شت كي صرالك شهوات تخدي مختك اش راني عايش مخدي مختك سي علي شوف شوف اش راني عايش مع المأصلة تاع اختك تحطولي في الماكلة في القهوة ترشو على قشي حتى على اللطوط دي ترشة مليكة واه مليكة واه مليكة وهذا الشي قاعد تخولي الصوارد من الجيب باش تشري هذا الزبل يقولي دروك تستاهل ولا لا مالها هبلت هراك قلتها راك قلتها علي اقرا 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 غادي تسيب اسمي واسم ما واسم اختي اقرا صحيح خليني ندب راسي وشي اللي راك طالبه يصرا دروك روح الغلاف التليفون وطلب منها اسمعي بعد الشوفير يجي بها هي ودراري خليها تزيد شويه هذاك وحده من الفوق هذا اللي نخمم وانا نقولها اش تدير اش ما تديرش
ما فهمتش. مالك مرتك؟ شو اللي طلبتها كاع راح يندار. وهذه كلمة من عندي. تعرفني كده يا. يا منتي معاك روح السهر كيف كيف. لا صحة. صباح الخير. صباح الخير سليمة. كيراك يا بنتي؟ لاباس. كيراك حاجة؟ لاباس. كيراه ولدي؟ أك واجد؟ أنا صبرا نقرا عليك. يا ماما يا ماما. شوف رابية شوف فيا بالك شد في الطاطا وما تقبحش عليها. معايا ما تخميش. ربي يخليك. هيا حبيبي. الله يحفظكم. يسلمك عشية إن شاء الله. إن شاء الله. يا هدرة اللي ضربك عقلت عليه؟ ما عرفتش حضارت. كيفاش؟ ومش قلت لي عقل على وجهها شوية؟ بين سوراني عقل عليه. ايوا وكيفاش ما عرفتش؟ معليش الرياح. تفضل. حتى واحد ما فيهم. راك متأكد؟ انا ماني متأكد. بصح كاين واحد في هادو اللي واقفين اعترف باللي هو اللي ضربك. بصح حضرت انا قلت لك يا بالله علينا فمك. انا ما غاديش نباصي ولادنا صغير في الباطل وراني متاكد من روحي اللي ضربني ما راش معاهم. اكتب اكتب. وقد تم عرض المتهمين على الضحيه فلم يتعرف على اي منهما. تمام عليها كان عليكم شادينا حاضر نقدر نخرجوا. بلعها علينا. هذا ساندويتش هذا مالك علاك تقيس فيه كيما هاك. انا شري بدرامي ما كنتي ومالك باغي تاكلني. كلك كاين على الشيطان. علاك تزقي عليها كيما هاك. انت شكون؟ انا خوتها مالك على الشيطان. علاك تهضر معاها كيما هاكا. ما تدخلش روحك. كيف ما ندخلش روحي هذه؟ رضا ما تسمح حتى بواحد. اش كاين؟ خلاص حبس. انت بزهر خالتي زوليخه. انا والشيطان. أبا لخرجي ولادي ببركة علينا. سلموا 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 أبا لخرجي أمر. تقدر تسمح لي نهضر مع مرت خويا لوحدنا؟ ماشي مشكل. انا مانيش قابله كاع بحاجه كيما هذه. انت شكون حتى تقبلي ولا ما تقبليش؟ هذا اسم العائله. ما رانيش باغي يلصق في وليدك. وزيد نصحح شادر خويا انور الله يرحمه. هكذا راح تخسر له كاع حياته. وزيد راه يقرا في الجامعه والورق تاعو باسم الياس عبد الله. اعطي له اسمك. في خاطري خليه يكمل قرايته.
نوران تيزي وزو في كل رمضان تخير ديما الأفضل باش تحضر بلا فاش كيغي شاف أطباقها الشهية اللي تحب تشاركها مع بنات بلادها وترحب بيها. انتي تاني أروحي شاركي أطباق منطقتك مع بنات بلادك عبر الفيسبوك مع لا فاش كيغي شاف. انتي يا الشاف. جيت ربيعة واح ولدي واح. يا عمري ولدي جو وريني شا جبتي بغينا. عطيتو لي شوية دسي لي شوية. يا مومو شوف خلو نخوك شوية ساي. شوف تاتا سليمة كتر خيرها ويحفظها ياك ولدي. ما مكلع لي الشيطان قاع النهار طالقاتها مع نسا يدورو بيه. اسمعي ما عندك ما تهضري في سليمة مرة مأصلة ومفصلة. إلا انتي ما تخافيش على ولدك خويا صغير نخاف عليه. ياه اليوم مانيش عارفة على كي خارجة على جنك. ناري خونو ولك تعرفي. يا عمري هاتي ولدي هاتي ولدي جي ياكل هاي شو ولدي. شوفي شوفي اليوم ماما وجهك راهو صفر. اليوم باينة ضليت في السمش الدور ياك. عطيني هات شو جبت لامك وريني ولدي شو شحال. اوه جبلي بزاف. هذا كاع النهار مع سليمة وهذا كاع النهار تحت الشمس حرام. هادشي حرام. علاش طولت؟ نصبح وانا نعيط لك ما ردتش عليا. خليني نريح من الفهم. اسمح لي. الدراري رقدوا. هو رقدوا والبنت راها باغي تروح عند عائشة. خلاص وراها المشكلة. جداتها هلا. صح قول لي شادرت فيها. ما حكيتيليش على فعيلك الكحلة. شادرت تاني؟ ما على بالكش شو درتي؟ السحولي كحلتي لي به وجهي قدام راجلك. ورالي كلش. كاع واش راكي ديري كاع الخريب اللي راكي ديري فيهم بالله علي فمي ما لقيت ما نقول. ما تخافش هذاك غير الناس اللي ظالميني. انت هبلتي كاين مرة بعقلها دير حوايج كيما هاك. هبلت واه ومن يهبلوني اذا راني محترم عليهم على خاطر راني مزوجه بخالد. ولو كان يروح من هنا عندي ولو كان يروح مني ما نبقى زوا والو لا انا لا انت. حتى الدار حتى الدار يا عباد الله تعالى دار ربانا شاريها بدراهمها غادي نقلب السماء مع الارض وما خليش راجلي يروح مني. صاي ولي لدارك وكل شيء ما صار. وهي هذاك اللي باغي تهمني مرتك ويما شنو ندير؟ شحال من خطر شحال من مره نقول لك ما تهضريش على مرتي وما عندها حتى دخل في الحكايه وما على بالها بوالو. هي كي من هاك على ما تهضرش معاها وما تقولهاش بالك هي بداتها ما حاش تقبل وندهنوا من هاد الحكايه. لا لا راح تقبل نقول لك علاه. على خاطرش هي شحال من خطره تمعني لي باش اهنا نجيب ولد نربيوه بصح لو كان خالد يعطيها ولد من ولاده ما غاديش تقول لا وغادي تموت بالفرحه. ما تفرح بولدي وماشي خالد اللي يقول لي يزيد خالد يقول لي ليا هو اللي راه يرضع 9 شهور هو اللي غادي يولد ويرضعه هذا ولدي انا راك فاهم. انا نقولها لك من التالي انا هضرت معاه مليح واللي في راسها ما راهش يقلعه. اي واش معناتها؟ واش معناتها؟ انا نقول لك واش معناتها؟ معناتها الا كي حبها راجلك اسمعي له واش حاب يقول لازم تربحي رضاي تاع جوزتك ولا ما قبلتيش عندك واش راح يصرالك راح تطلقي ولا كي تطلقي راح تولي تجي عندي تعيشي معايا هنا في البايا. انا علي انا ما قدرت ندير ما طلبت منك والو علي انت
العزيزه ديالي. شتا باغي ندير لك؟ خالد راه معول بقات عليك انتي وانا ما غادي نمد لهم والو والو. يا عباد ربي باغيين يهبلوني. كيجي واحد راه يمد في ولده ذروت ولما العيشه سليمه اللي مروا لي حياتي كامل كحلوها عليا ظلموها عليا. ربي اللي يرزق وربي راه عارف شنو راه يدير. شنو باغي ندير لك؟ يا جاب لي غير حقي. لوين تتبقى مذلول؟ لوين تتبقى ونخافوا منهم؟ عيشة سليمة خالد ارفع راسك. ما لكش باغي ترفع راسك وترفع راسي معاك. هلي انطق قولي كلمة قولي كلمة. هل يسمح لي؟ بصح لازم تحاولني لازم تحاولني علي تعيش. علي كراك داير عمي؟ كراك شوية؟ الحمد لله والله الحمد لله لاباس. 20 عام فاتت. كراك ولدي؟ كرا يمك؟ والله لا كاع لاباس، كاع راهم فرحانين بيك. مازال البركة. تروح للدار ديريكت عمي ولا نموج بيك شوية في وهران تبدل على روحك؟ لا لا، روح للدار، روح الرياح. عندك الحق، تا حاجة ما تبدلت في وهران. شو عليك؟ بسم الله. تفضل. لا ظل نهضر معاك شفتك ما زيدتش تبدي تقيل. راه مولات الحومه غير قاعدين يقولوا ما يعاونوك. صحيت مرزيق ربي يحفظك. كثر خيرك ولدي. صباح الخير ميمة. صباح الخير ويلي. شيه ما عندكم والو؟ لا لا ما عندنا والو. ماكمش خارجين ولا؟ ماناش خارجين غير الخير. غير الخير. بغيت نجي عندكم للدار عندي هضره معاك. ما كاش مشكل. لا لا ما كان حتى مشكل. لا وجدنا شويه قهوه حشيه نجي عندكم عندي خبر يفرح ان شاء الله. ان شاء الله ربي يفرحك. ايوه نهارك مبروك. ربي يفرحك. صباح الخير خالتي حليمه. صباح الخير ولدي تربح. سمعتي شنو سمعت بنتي؟ سنة يجي حشيه ونعرف واش باغي يقول. ما حمبوك طلقيني اليوم بكري باغي نروح الحمام. حمبوك روحي الحمام. سلام سمية. سلام.
راني جبت لك دراهم السلسله اللي قلتي لي عليها، ياك مازال ما بحتيهاش. روحي روحي بدار نعيط لك. روحي روحي. شتا ولا حكايه السلسله؟ كان حتى حكايه كتزعق عليا. سمعت كلش. شو سمعت؟ ديجا السلسله تاعي انت دخلك فيها. وليتي تبيعي وتشري نورمال. جيبي السلسله. والله ما راك داي السلسله. قلت لك جيبي السلسله. السلسله تاعي وتاع. كيف تدي السلسله هذه؟ ما فهمتش. تعما ديجا. صح. جيب السلسلة. قلت لك بعدي. جيب السلسلة ما تديش السلسلة جيبها. فهميش بعدي. وانا وين على بالي يا بنتي؟ قال باغي نهضر مع دليلة. وخالتي حليمة قالت لك بلي مرزاق سقسى عليا. سقسى عليك مالكي ما تفهميش؟ اوه هي باينة عينيه كاع ما يوخروش عليها. غادي مولي على الحانوت حاسبة به الساندويتش به مولة الساندويتش حبيبتي. واو حبيبتي درتي 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 وجبتيه. اختي كان يقول لي دفعي فيا بيع كل شيء مهم نكون معاه. دوموندي شرطك يا البهل ولا كيما كامل شيرات. يا اختي لو كان مرزاق ديته صاي ديت كل شيء كل شيء. البوله هذه هيا شوفي ندير لك مريحه تاعي اوريجينال هكا باش يباتي خمم فيك. هاتي تاني ندير لك. تعيشي تعيشي. هيا هيا زيدي شنو زيدي زيدي شويه هنايا. هاي اريد انت فري مريض تشتو عاد يغدو يخطب دي معه الدجاج. هذا نورما صاحبي باتيسري بالك ما بجيري عشاء يكلوا الدجاج. انا الحكاية ما دخلش راسي. نورما ما تدخلش روحك تمشي عندك امك روح لامك تخطب لك وصاي. وصلك تحرك فيا على نورما مو تتعاوني فيه. تبغي ساعة عندها الحق سينو. نورما ولا قام ما دخلش روحي نيشا دخلني هدي امك تخطب لك. كيف انا ما تروحش انت على بالك؟ انا غير تقبل دليله وما نعرفهم بلي مقابلين تروح ما امك راهي باغيه تسمح فيك. انا كيف تهنى مني كيف تهنى مني تتعرفها اما الفرحه تاعها لو كان انا نتزوج ولا باين فرحها جماعه. اسمع غادي نروح انا على خاطرك صافي بالك تحشني انا عندي كلمه واحده بالك طيح حالي كي تقبل دليله تدي امك ديرك فهمت؟ ها ولا زين وشاهد والله غير تروح بالك دور عليها والله ما كيف انك تاع الحومه هكا بالورد رفد الورد انا واش تش تخطبه بلا ورد هذه هذه الورد حبك عافاك بديت عزيز الدجاج والله ماني دي الدجاج والله تدي الدجاج اسمع انا غادي صاي 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 خلي انت شو به حل عليا الباب روح هاي شكرني الله يسهل رضا جيب طبسي من الكوزينة خيخة ايه ما تحضروا لحتى واحدة وكان العين اللي حقتني عليها اختي ياك الراجل راه جاي يخطبك من داركم كلنا منك وانا قاعد نسمعها لا اختي غير انت سمعي وهران بزاف انا هاك هاك العين اللي حقتني اسمعي شرطي لها باش ما يسكنكش بعيد علينا كي عارفه ما تاكلي عليك واه ياك يقولوا الخطاب رطاب كي يجي في الاول يقول لك واه على كلش ونهار اللي يديك لداره يبلع عليك لا اختي مرزق ماشي كيما هاك يموت وما يدورش في كلمته ودراهمه مشي ليه يشفه القنديل يا اختي ويا اختي ويا اختي على البهلوله انت ما تعرفيش كاع صلاحك مرحبا بك خالتي خالتي زوجة هيا ادخل سمحي لي طولت عليك كنت نستنى فيك بنات راهم هنا واه يا راك حشمان تدخل لك واحد يا حبيبتي راك ولدي الله يسلمك غاية الحمد لله يا السيد راه منيته جاي وجايب معاه الورد وجايب القاطو مبروك عليك اختي تستاهلي كل خير ربي يفرحك ان شاء الله عقوب هذيكم الشيرات Ah!
راكي دايره لاباس الحمد لله انت ما كيحشمانه ملي خطرتك ولا تهضري معايا لا ماشي حشمانه مرحبا بك الله يسلمك يا انا جيتكم في حاجه تاع خير مرحبا بك ولدي انت ما شفنا منك غير خير الله يسلمك خالتي يا لاهيه في الدين كاش واحد راه هضر على دليله لا ما كاش مازال ما جاش ولد الحلال بالعيف امك يبال ولا ما تبينيلهاش بلي راكي مخلوعه فيه يا حسن عاونها يا اختي شوفي خالتي كاين واحد راه ناوي دليله الحلال هو يتيم انسان قليل بس على بالي بالولد فاميليا ودليله ما يخصها والو معه شكون هو رضا ولد خالتي فاطمه فاتوا الايام حين كبار الركدي هان يا ياما وليدك ولد حلال وصبار من اللي رحت ياما فاتوا الايام حين كبار الركدي هان يا ياما وليدك ولد حلال وصبار تمنى لكم سهرة ممتعة بركة رمضان على كوندور استفادوا من أسعار استثنائية على تشكيلة هواتف كوندور غريف تي 5 تي 7 والبلوم ال دو برو ابتداء من 11000 دينار توجهوا حالا لنقاط البيع للاستفادة من العرض مع كوندور تلقوا الهواتف بالسعر اللي يناسبكم